منتصف الليل في القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. وإلى أبرز العناوين: بايدن وماكرون يتوافقان على تسليم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا ومعدات لإصلاح شبكات الطاقة. أوكرانيا تعلن أن 40% من الشبكة الكهربائية ما زالت لا تعمل بسبب القصف الروسي. واشنطن تفرض عقوبات إضافية على مسؤولين من كوريا الشمالية لتطويرهم صواريخ باليستية وأسلحة فتاكة. ونبدأ نشرتنا إذن بزيارة الرئيس الفرنسي لواشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. أكد بيان أمريكي فرنسي أن رئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون أكدا أهمية وجود منظومة دفاع أوروبية قوية. كما أكد البيان أن الزعيمين أكدا ضرورة مواصلة تقديم دعم مباشر للميزانية الأوكرانية. وأعلن البيان أن بايدن وماكرون توافقا على تسليم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا والمعدات اللازمة لإصلاح شبكات الطاقة. كما شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مواصلة دعم أوكرانيا على حماية وحدة أراضيها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما أكد بايدن مواصلة دعم أوروبا بموارد الطاقة والعمل على تعزيز الاستقرار والأمن في العالم. بوتين كان يعتقد أنه يمكنه أن يسحق العالم بهذه الطموحات الإمبريالية عبر مهاجمة المساكن ومحطات الكهرباء وكذلك التسبب في أزمة غذاء وأزمة طاقة. هذا أضر بالفئات الضعيفة والهشة في كل أنحاء العالم. بوتين لن ينجح. أنا والرئيس ماكرون قلنا إننا مصممون على مواصلة تحميل لروسيا المسؤولية، وكذلك نجدد التأكيد بأثر هذا الغزو على العالم. سننوع مصادر الطاقة والغاز لأوروبا في الأمد القريب، وكذلك في إطار هذا الانتقال إلى الطاقات المتجددة سنواصل العمل مع أوروبا للمضي إلى الأمام. تحدثنا عن عدد من أشكال التقدم الذي حققناها في أمن الطاقة وقطاعات أخرى. اليوم نحن التزمنا بتعميق التعاون بين أمريكا وفرنسا في الطاقة النووية عبر الشراكة الثنائية بيننا في المجال النووي. الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على زيادة الاستقرار والأمن. نحن لدينا رؤية مشتركة حول آسيا المحيطة الهادي. نريد أن تكون آسيا مزدهرة وآمنة وتعيش سلاما، وسنواصل تعاوننا من أجل الدفاع عن القيم الأساسية العالمية بما في ذلك حرية الملاحة في آسيا المحيط الهادي. من جانبه أكد ماكرون أن الحرب الروسية على أوكرانيا لها تأثيرات مباشرة على أوروبا. وأشار الرئيس الفرنسي كذلك لأن موسكو تحاول بث الرعب بين الأوكرانيين خلال فصل الشتاء. كذلك قررنا بأن نتصرف معا لمساعدة السكان المدنيين للمقاومة، لأننا نرى اليوم أن جهد الحرب الروسية انحرف إلى البنية التحتية وبدأ يركز على البنية التحتية من أجل بث روح اليأس في السكان وجعل الشتاء مستحيلا بالنسبة إليهم. لذلك قررنا أن يكون هناك في الشهر الماضي في 13 من شهر
الشهر المقبل، عفوا 13 من الشهر المقبل، فعاليتان من أجل أن نواصل عملنا عن كثب مع زيلينسكي عن تلك النقاط العشر التي كانت قد قدمت، ونحن نقدر ذلك الجهد الذي يبذله زيلينسكي من أجل تحقيق سلام مستدام. وفي الوقت نفسه يواصل مقاومة بطولية منذ شهور. نعرف أننا كنا دائما في الخط نفسه، ويعتمد ذلك على مساعدة أوكرانيا وعدم التنازل عن قيمنا واحترام ميثاق الأمم المتحدة وتفادي التصعيد في هذا النزاع والتصرف في الوقت المناسب والعمل على إعادة تلك الأراضي الأوكرانية للأوكرانيين وبعد ذلك بناء السلام. أعتقد أن هذا الوضوح هو الذي يجب أن يكون بالنسبة إلينا. لنا أهداف واضحة، ونحن قلنا إن الهدف الأساس هو بناء سلام مستدام. وفي كلمة له خلال استقباله ماكرون في البيت الأبيض، قال بايدن أن واشنطن وباريس تواجهان الخطر الروسي الذي يهدد أوروبا. وشدد بايدن على أن المشاركة مع فرنسا ثابتة، وأن الجانبين يعملان معا من أجل عالم أكثر ديمقراطية. فرنسا والولايات المتحدة تواجهني سويا طموح بوتين الدموي وحربه الوحشية ضد أوكرانيا التي تظهر مرة أخرى مدى الخطر الذي تتعرض له أوروبا. فرنسا والولايات المتحدة سوف يعملان من أجل الدفاع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية التي تكمن في صميم هاتين الدولتين. إن العالم شهد الالتزام المشترك لدينا في تحقيق العدالة والحرية لكافة الأطراف. نثبت للشعوب في كافة أنحاء العالم أن الديمقراطية قد أتت بأكلها من خلال هذه القيادة المشتركة وبحكم الشراكة اللصيقة التي تجمعنا، ويمكننا مع فرنسا أن نتعامل في التصدي للتغير المناخي من أجل تأمين حياة كريمة للأجيال القادمة. وكذلك نود أن نعيد تأكيد التزامنا لإنهاء هذه الأزمة في حلول العام 2030. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات بين باريس وواشنطن متجذرة. وأشار ماكرون إلى أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا يتطلب أن تكون الولايات المتحدة وفرنسا شركاء سلاح حسب قوله. نحن سعداء بأن نكون معكم في البيت الأبيض. كما قلت قبل قليل السيد الرئيس، أمتان شقيقتان في الكفاح من أجل الحرية. فرنسا منذ البداية ومنذ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية نسقت مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجيشان كافح معا في شواطئ النورماندي وقتل معا. هذا التاريخ المشترك هو الذي يحتم علينا أن نواجه هذه العودة للحرب في أوروبا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وكذلك نواجه التحديات التي تواجه أمامنا ومجتمعاتنا. علينا أن نصبح أشقاء السلاح مجددا، ونحن ملتزمون بالتاريخ المشترك. وبعد اجتياح روسيا لأوكرانيا وبنظر إلى التحديات المتعددة التي تواجه مجتمعاتنا وأممنا، علينا أن نصبح أشقاء السلاح مرة أخرى. ولمزيد من التحليل حول قمة بايدن وماكرون في واشنطن مع الزميل همام مجاهد. همام، شكرا جزيلا لك أحمد. شكرا أمل، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن السيد حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم. في بداية، البيان الأمريكي الفرنسي يؤكد على أهمية وجود منظومة دفاع أوروبية قوية. هل يقصد بهذه المنظومة أنها ستكون أو تعزيز الدفاع داخل حلف الناتو أم خارجه؟ سيد الكريم، شكرا على الاستضافة. طبعا العلاقة بين العسكرية على الأقل بين أوروبا والولايات المتحدة تندمج بشكل شبه كامل تحت مظلة الناتو. طبعا هناك دول أخرى اليوم تريد الانضمام إلى الناتو، لكن هناك عقبات تجاه دخولها كالسويد وفنلندا، وقد يكون هناك توسيع للحلف بشكل غير مباشر أو غير رسمي
أن تقوم دول الناتو بدعم هذه الدول بالسلاح والإعتاد والخبرات إذا لزم الأمر. الهدف واضح وصريح اليوم، لا يوجد هدف أكبر وأسمى من مجابهة روسيا في أوروبا، هذا التوسع الروسي الذي لم يكن في الحسبان. واليوم نرى بايدن يعني وماكرون إذا اتفقوا على شيء فهو ضرورة مجابهة روسيا. صحيح. ومساعدة الشعب الأوكراني. سيد حازم، الهدف كما تقول هو واضح بالنسبة للغرب بشكل عام في أوروبا والولايات المتحدة، لكن يبدو أن الإجراءات أو التخوفات بالأحرى من أوروبا تحديدا وتكلفة هذه الحرب كبيرة على أوروبا أكثر منها على الولايات المتحدة الأمريكية. هل هناك إجراءات متفق عليها يجمع عليها الفرقاء بين ضفتي الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بالتعامل والتعاطي مع الأزمة الموجودة في شرق أوروبا؟ طبعا كما رأينا ماكرون حمل من حكومته رسالة واضحة وقوية كثيرا تجاه الطرف الأمريكي. هناك كان تدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا اقتصاديا، خصوصا بعد يعني منذ عامين تقريبا صفقة الغواصات الأسترالية أثرت كثيرا على العلاقات الأمريكية الفرنسية. والآن الحوافز التي تعطى من قبل الحكومة الأمريكية للشركات الأمريكية في مجال خفض انبعاث الكربون، نعم، أيضا يراها الفرنسيون أنها تؤثر على قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة في السوق العالمية. فهناك خلافات كبيرة في الوضع الاقتصادي، لكن الطرفان يدركان أن حل سريع وواضح لمشكلة أوكرانيا وروسيا ستغير أو ستخفف هذا الضغط الاقتصادي على القارة الأوروبية. وهنا يعني يطلب، وحتى بايدن كان يعني قد وافق على إعادة النظر في هذه الحوافز المالية من الحكومة الأمريكية للشركات الأمريكية والعمل مع الطرف الفرنسي بشكل منسق أكثر يعني إرساء روح المنافسة بين الطرفين. نعم، وإن كان حتى الطرف الفرنسي يريد استثناءات للشركات أو الصناعات الأوروبية بشكل عام وليس فقط الفرنسية، يعني بالنظر لما يقر هذا القانون من يعني مزايا وامتيازات للشركات الأمريكية. على أي حال نعود مرة أخرى لما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وكيفية التعاطي معها من قبل دول الغرب. البيان ذكر أيضا أن البلدين توافقا على تسليم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، هل تم تحديد الآلية؟ طبعا الآلية ستكون عبر الناتو، كما رأينا تسليم الأسلحة سيتم عبر بولندا بالأكثر. الأسلحة يجب أن تكون أمريكية لأن نوع الخطر الجوي في أوكرانيا اليوم يحتاج إلى سلاح أمريكي. قد يكون بعض الأسلحة تأتي من ألمانيا حتى فرنسا، لكن اليوم هناك مشكلة أن الطرف الروسي الذي يعني جرب كل الوسائل حتى الآن يجرب ضرب الصواريخ وعبر الطائرات والصواريخ الموجهة على البنية التحتية والأهداف المدنية. فهناك ضرورة لصد هذا النوع من الهجوم الغير منطقي والعشوائي في هذه المرحلة الجديدة من الحرب التي تستهدف المدنيين قبل أن تستهدف العسكريين الأوكرانيين. نعم، فرنسا هي الدولة الوحيدة في الغرب التي لا زال لديها علاقات مباشرة مع موسكو. في المؤتمر الصحفي أو ربما بعد المؤتمر الصحفي حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أنه لديه من الاستعداد ما يدفعه إلى الذهاب ومقابلة بوتين، لكن بشرط أن يدفع هذا اللقاء إلى السلام بينه وبين أوكرانيا وبين الغرب بشكل كامل. هل ترى أن هناك ضغطا فرنسيا، لا أريد حتى أن أقول ضغط، هناك محاولة فرنسية من أجل التقارب من أجل إعطاء نوع من المساحة للغرب حتى يتم التوصل إلى هدنة في أوكرانيا؟ يعني يوجد مثل سوري معروف أن اللي يجرب المجرب يكون عقله مخرب. فجربنا كثيرا، وجربت تركيا وجربت فرنسا وجربت الولايات المتحدة العمل مع بوتين للوصول إلى نوع من التفاهم أو خطوة أولى من التفاهم نحو حوار، لكن الطرف الروسي ليس منطقيا في الحوار. يعني أي حوار وأي اتفاق وأي طاولة مفاوضات تحتاج إلى طرفين على الأقل تفكيرهم منطقي أن يكون. اليوم تفكير الروسي غير منطقي، روسيا تريد أجزاء من أوكرانيا وتريد ضم أراضي أوكرانية والسيستام أوكراني، هذا غير منطقي خصوصا في الطريقة التي تجري بها الأمور على الأرض على أرض المعركة. والفشل الروسي الملموس في تحقيق إنجازات وانتصارات على الأرض في أوكرانيا، ف
فاليوم نحن الولايات المتحدة 100% مع الحوار مع المفاوضات، لكن المفاوضات منطقية لها علاقة بالوضع الملموس على الأرض الأوكرانية. البعض ربما يضع هذا التصريح في سياق أيضا تصريحات سابقة من مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، وقالت أنه ربما يكون هناك فرصة للحوار بين الولايات المتحدة وبين روسيا. هل نقرأ من كل هذه التصريحات أن هناك نوع من المغازلة بين واشنطن وموسكو؟ لم تتوقف هذه المغازلة، لكن مغازلة غير يعني ليس هناك شيء ملموس، ليس هناك دعوة واضحة للحوار. شروطنا واضحة، ونحن أيضا يعني ملتزمون بما يريده الطرف الأوكراني. منذ اليوم الأول للمفاوضات قلنا أن أوكرانيا ما يريح الطرف الأوكراني سيكون مناسب للطرف الأمريكي، واليوم الطرف الأوكراني لا يريد خسارة أراضي، لا يريد تغييرات سياسية تفرضها موسكو، لا يريد أن يكون تحت المظلة الروسية، وهذا ما تريده روسيا. نعم. هذا مرفوض بالنسبة لأوكرانيا ومرفوض بالنسبة لنا بسبب أوكرانيا وبسبب المعتقدات والثوابت الأمريكية والغربية وثوابت العالم الحر. السيد حازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عاصمة الأمريكية واشنطن. الآن مشاهدينا نعود مرة أخرى إلى الزميلين أمل وأحمد لاستكمال باقي ملفات النشرة. شكرا أمل. شكرا. نتابع معكم نشرتنا وننتقل الآن لمتابعة تطورات الأزمة الأوكرانية. Ура! Тридцять восемь років. Гарантии безопасности. قال المستشار الألماني أولاف شوليتس أن روسيا لن تستطيع الفوز بحربها في أوكرانيا، وموضحا أن المناقشات مستمرة مع بولندا لمنحها ثلاثة أنظمة دفاع جوي لتعزيز أمنها. وخلال مؤتمر مشترك مع الأمين العام لحلف ناتو، أعرب شوليتس عن أمله في انضمام فنلندا والسويد رسميا إلى الناتو بحلول الاجتماع المقبل لدول الحلف. روسيا لا تستطيع الفوز بحربها في أوكرانيا، ونأمل بانضمام فنلندا والسويد رسميا للناتو بحلول الاجتماع المقبل لدول الحلف، ونؤكد أن المناقشات مستمرة مع بولندا لمنحها ثلاث أنظمة دفاع جوي لتعزيز أمنها، ونعمل على إعادة تقييم شاملة لأمن البنية التحتية لدينا بعد حادثة نورد ستريم. بدوره أكد يينس ستولتنبرغ أمين عام حلف الناتو زيادة عدد السفن في بحر الشمال لحماية البنية التحتية لمصادر الطاقة، ومشددا على أن الحلف سيدافع عن كل الأعضاء والحلفاء خاصة في الجانب الشرقي. وأوضح ستولتنبرغ أنه لو ربح بوتين الحرب في أوكرانيا سيصبح العالم أكثر خطرا. سندافع عن كل الأعضاء والحلفاء، وقمنا بزيادة عدد السفن في بحر الشمال لحماية البنية التحتية لمصادر الطاقة. دعمنا لأوكرانيا مكلف، لكنه ثمن ندفعه لضمان عدم فوز بوتين في هذه الحرب، لأن العالم سيصبح أكثر خطرا في حال فوز بوتين. تشهد ألمانيا على مدار يومين مؤتمر برلين للأمن والدفاع، وذلك لبحث السياسة الأوروبية التي ستنتهجها الدول الأعضاء بعد مرور 9 أشهر من الحرب بين روسيا وأوكرانيا. We'll be right back.
قالت شركة الكهرباء الأوكرانية إن 40% من قدرة شبكة الكهرباء في البلاد لا تزال معطلة. وأكدت الشركة أن الهجمات الصاروخية الروسية دمرت البنى التحتية للشبكة، مما ترك مناطق بأكملها باردة ومظلمة، علاوة على قتل وجرح العشرات من عمال الطاقة. كما أوضحت الشركة أن مهندسي الكهرباء يعملون على مدار الساعة لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة، وذلك لتفادي الإجراءات التي يقوم بها الأوكرانيون من استخدام الشموع والمولدات التي تؤدي إلى حرائق مميتة. من جهة أخرى، قالت أجهزة الإسعاف الأوكرانية إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في حرائق مشابهة. كما أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية بأن إجمالي الأصول الروسية التي تم تجميدها في سويسرا منذ بدء الحرب في أوكرانيا بلغ 8 مليارات دولار. أفادت وزارة الاقتصاد أن الأصول المجمدة تعود لأفراد وكيانات اعتبارية روسية في سويسرا، وذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. يأتي هذا بعد إعلان المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قام بتجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار أورو، معظمها في بلجيكا. من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تم تجريدها عن هدفها. وأضاف أن الغرب يسعى لمنع روسيا من الاحتفاظ بموقعها سواء في أوروبا أو في العالم. أود أن أنوه بأنه في مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فأنه التغيير الذي جرى هناك أتى به كانتهاك قاطع لسيادتها وتفويضها، والانتهاكات التي تأتي تجاه اتفاقيات مينسك ودعمهم لهؤلاء الكتائب القوميين وغيرهم، ودعمهم ووقوفهم إلى جانب النظام في كييف. وبالطبع فأن كل هذا العمل والنشاط الذي قد ظهر فيما بعد من قبلهم غير مرغوب فيه وغير جيد. وبالطبع تم الكشف عن بعض الحقائق من قبل المختصين والخبراء من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومشاركتهم في بعض الإجراءات، وأيضا تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة هناك، وأيضا تجاه النشاطات التي تقوم بها الكتائب القومية المتطرفة هناك. وهذا الأمر كله يتناقض مع الدور الذي كان يجب أن تقوم به هذه المنظمة. قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي اتفق على تحديد سعر 60 دولار كسقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا. وصرحت المصادر بأن حكومات دول الاتحاد اتفقت أيضا على وضع آلية لتعديل السعر بهدف إبقاء السقف تحت سعر السوق ب 5%. وأضاف الدبلوماسي أنه من المنتظر أن تقدم جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي موافقات مكتوبة على الاتفاق. ولمزيد من التحليل بشأن تحديد الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي، نتحول مجددا إلى الزميل همام مجاهد. همام، شكرا جزيلا لك أحمد. شكرا أمل، وأهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن الدكتور أنور القاسم الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور أنور. بعد مناوشات وجدل عميق بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سعر النفط، هم الآن اتفقوا وحتى وإن كان بشكل مبدئي على تحديد سعر 60 دولار للبرميل المنقول، البرميل الروسي المنقول بحرا، يستوجب أيضا موافقة الحكومات داخل الدول الأوروبية في موعد أقصاه يوم غد الجمعة. السؤال الآن، هذا السعر لمن يوجه؟ من ملزم بتنفيذ هذا السعر إذا كان الأوروبيون أنفسهم قرروا فرض حظر على واردات النفط الروسي المنقول بحرا بحلول يوم الاثنين القادم؟ يعني واضح تماما أن الأوروبيين يعتبرون الحرب الأوكرانية الروسية هي حرب روسية أوروبية، وبالتالي هم يدفعون الغالي والرخيص حقيقة كي يهزموا روسيا، أو على الأقل يدفعوا روسيا للتخلي عن هذه الحرب من خلال تجفيف منابع التمويل. منابع التمويل تأتي معظمها
أو يأتي معظمها من الاتحاد الأوروبي. نحن نعلم أن روسيا تجني أكثر من 400 مليار يورو سنويا من النفط المباع إلى أوروبا، وبالتالي أكبر سوق لروسيا هي أوروبا، سواء بالنسبة للنفط 30% يستهلك الأوروبيون من النفط الروسي، بين 40 إلى 50% من الغاز الروسي. الآن الموجة السادسة من العقوبات الأوروبية ستبدأ بداية الشهر، هذا الشهر الذي دخلنا به، وبالتالي يأمل الأوروبيون أن يحرمون روسيا من تصدير 90% من الطاقة لديهم إلى أوروبا. وهذه حقيقة، هذا القرار الذي اتخذ هذا اليوم هو قرار موجع اقتصاديا وسياسيا. على الأقل لم توافق الحكومات بعد، من المفترض أن توافق غدا، وهناك ربما اختلافات بين الحكومات في شرق أو القريبة أو المحاذية لروسيا عن الحكومات الغربية فيما يتعلق بهذا السعر. السؤال مرة أخرى يا دكتور أنور، الأوروبيون اتفقوا على تجديد الاستيراد النفط الروسي المنقول بحرا، بل حظروه بالفعل، وسيبدأ هذا الحظر يوم 5 ديسمبر، يوم الاثنين القادم. لمن موجه هذا السعر؟ من سوف يلتزم بهذا السعر إذا كان الأوروبيون يعني حظروا أنفسهم من استيراد النفط المنقول بحرا؟ يعني أولا يجب أن نعلم أن شركات التأمين وشركات الشحن، هذه الشركات معظمها تمتلكها الدول السبع الكبرى التي ستلتزم بهذا القرار ودول أوروبا، وبالتالي لا يعني سيصبح من الصعب جدا وبل من المستحيل على الروس أن يبيعوا نفطهم خاصة عن طريق البحر دون يعني أن يتجاوزوا السقف الذي رفع أو وضع للحد من النفط الروسي. لكن بالمقابل يعني مثلا منظمة الطاقة الدولية تتحدث عن أن روسيا خسرت أوروبا إلى الأبد، أيضا من المتوقع أن تخسر روسيا بحدود مليونين من إنتاجها يوميا، وهذه نسبة كبيرة جدا. بالمقابل هناك حتى الآن لم نسمع مثلا من الجانب الروسي، الروس أيضا قد يلجؤون إلى قطع هذه الإمدادات عن أوروبا بشكل كامل. نعم أوروبا يعني احتاطت لهذه الأمور وهي عبأت مخازنها من النفط والغاز بحدود تقريبا بعض الدول ما بين 70 إلى 90%، لكن هذه لا تكفي حقيقة. لهذا يلجأ مثلا تلجأ الدول السبع الكبرى إلى سعر معقول وهو 60 دولارا، وهو الذي اتفق عليه، بينما كانت تطالب مثلا بولندا كانت تطالب بحدود 30 دولارا، وهناك كانت مشكلة كبيرة بين الدول الأوروبية على الموافقة. لكن استثنية من النفط الروسي النفط العابر الذي يأتي بالأنابيب خاصة بالنسبة للمجر ودول أخرى، هذا استثنية، يعني هذا سيبقى على حاله. أليست تلك براغماتية أوروبية؟ نعم تماما، هذا أولا هي براغماتية، وبنفس الوقت هو خشية للأوروبيين وخشية الدول السبعة أن تحدث هذه الخطوة مشكلة في أسواق النفط، وبالتالي يرتفع النفط في الأسواق الأخرى. لكن بالمقابل يجب أن نفهم نقطة مهمة جدا، هذه خطوة خطيرة جدا غير مسبوقة، قد تأخذها دول أوروبا ودول الغرب كسلاح ضد دول أخرى، ليس فقط روسيا. في المستقبل مثلا قد تتخذ مثلا ضد دول الخليج العربي، قد تتخذ ضد دول مثلا أوبك. لكن في النهاية دكتور أنور، العقوبات الاقتصادية ليست عقوبات مستحدثة ولا جديدة، استخدمتها عدد من الدول، بفيها ربما الأمم المتحدة استخدمتها في أزمات سابقة. سؤالي عن العقوبات الاقتصادية، عفوا، أنا أتحدث عن العقوبات تحديدا على النفط ووضع سقف لأسعار النفط، هي المرة الأولى صحيح في التاريخ تحديد الأسعار، صحيح سقف لأسعار الطاقة، الطاقة ترتفع وتنخفض مثل باقي السلع. طيب دكتور أنور، أليست الصين والهند سوقا محتملة كبيرة أو كبيرتان يعني لروسيا بدلا من الاتحاد الأوروبي؟ نعم هذا قد يحصل، لكن لا ننسى أن يعني أوروبا يعني روسيا كانت تجني بحدود كما قلت 400 مليار سنويا، 400 مليار يورو، هذه نسبة هائلة جدا كانت تمد الاقتصاد الروسي، هذا أولا. ثانيا كي تستطيع روسيا أن تعوض الأسواق الأوروبية، نحن نتحدث عن 27 دولة، يعني هذه يعني وسوق ضخمة جدا،
وسوق غنية. طبعا الصين دولة قوية جدا، ثاني اقتصاد في العالم. أيضا الهند سجلت أيضا نموا كبيرا وهي اقتصاد نامي بشكل كبير، لكن الأسعار التي تباع الآن إلى هاتين السوقين هي أسعار منخفضة. مثلا هي لا تتجاوز 63.5 يعني فقط 63.5 دولار للبرميل، بينما البرميل مثلا يباع في باقي دول العالم فوق 100 دولار أو يحوم حول 100 دولار، وصل كما رأينا سابقا إلى 118 دولارا. إذا النفط يباع بشكل منخفض، وهذا أيضا هو يفيد روسيا، لكن بنفس الوقت أيضا يضر أو يقلل حجم الواردات أو حجم العملة الصعبة التي تجنيها روسيا. الدكتور أنور القاسم الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من العاصمة البريطانية لندن. شكرا جزيلا. الآن مشاهدين نعود إلى أمل وأحمد لاستكمال باقي ملفات النشرة. إليكما. شكرا لك همام. فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن العقوبات تشمل 3 مسؤولين بارزين لهم علاقة بعمليات تطوير الأسلحة الفتاكة والصواريخ الباليستية. وأضاف نيلسون أن واشنطن تنسق مع اليابان وكوريا الجنوبية لاستهداف المسؤولين الذين كان لهم أدوار قيادية في برامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية. أعلن الكرملين أن روسيا لا تخطط لإجراء أي اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل نهاية العام الحالي، ودعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى عقد حوار خلف الأبواب المغلقة بين موسكو وواشنطن حول إمكانية تبادل الأسرى. في الوقت نفسه قال بيسكوف إن موقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يظهر أن أعلى مؤسسة لمراقبة الحقوق والأمن في أوروبا تفقد معناها، مشيرا إلى أن روسيا قد تنسحب من المنظمة. قال وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية الإسبانية رافائيل بيريز أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى بشأن الطرود المفخخة. كما قامت وزارة الداخلية الإسبانية بتجديد الإجراءات الأمنية في المباني العامة والسفارات. جميع الطرود لها خصائص متشابهة، لا زلنا في المراحل الأولى من التحقيق، لكنه من المرجح أن تكون تلك الطرود قد أرسلت من داخل إسبانيا. أمرت وزارة الداخلية بتشديد الإجراءات الأمنية حول الوفود القنصلية الموجودة في بلادنا وكذلك المناطق الأخرى التي تحتاج إلى حماية خاصة، وهو قرار يضاف إلى تعزيز الأمن الذي صدر في بداية الحرب في أوكرانيا. وكانت السفارة الأمريكية في إسبانيا قد تلقت طردا مفخخا مشابها لعدد من الطرود التي عثر عليها في عدد من المناطق الإسبانية وبعضها في مواقع عسكرية. هذا وتثور شكوك من جانب سلطات التحقيق الإسبانية حول ارتباط هذه الطرود بالعمليات العسكرية الجارية بين روسيا وأوكرانيا. طرود مفخخة، خطر جديد بدأ في الأفق. المحطة إسبانيا التي سجلت عددا من هذه الطرود التي أثارت المخاوف في أوساط الحكومة والمواطنين والبعثات الدبلوماسية. غدا انفجار وقع في السفارة الأوكرانية بمدريد، عثرت السلطات الإسبانية على طرد مفخخ بقاعدة جوية قرب العاصمة، بينما نجحت في تعطيل ظرف مفخخ آخر بمصنع أسلحة شمال إسبانيا. هذا المصنع يقع بمدينة سرقسطة وينتج قاذفات قنابل يدوية أرسلت الحكومة الإسبانية كميات منها إلى كييف في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. في السياق ذاته تلقت السفارة الأمريكية في إسبانيا طردا متفجرا مشابها للطرود المتفجرة الأخرى التي أرسلت إلى عدة أماكن في إسبانيا، ومن بينها مكتب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي وصله طرد مفخخ تم كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية في 24 نوفمبر الماضي. وفي تحقيقاتها لم تتوصل السلطات الإسبانية على أدلة حول الجهة المرسلة لهذه الطرود، ما يثير الشكوك في ارتباطها بشكل أو بآخر بالأزمة الأوكرانية.
وإلى باريس، حيث أطلقت وزارة الداخلية الفرنسية حملة لجمع الأسلحة النارية غير المرخصة من المواطنين دون مواجهة عقوبات. وضحت الوزارة أنه تم تسليم نحو 65 ألف قطعة سلاح ناري، إلى جانب نحو 1,600,000 رصاصة ومقذوفات أخرى منذ بدء الحملة في الأسبوع الماضي. وبحسب تقديرات السلطات الفرنسية، فإن هناك نحو 6 ملايين قطعة سلاح مع المواطنين، أغلبها يعد إرثا تاريخيا سيتم تسليمها إلى المتاحف أو يتم تدميرها. ونبقى في فرنسا، حيث حذرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة من انقطاع التيار الكهربائي في البلاد مؤقتا لبضعة أيام خلال الشتاء. وقال رئيس الهيئة إن نقص الإمدادات قد يؤدي إلى تكرار انقطاع التيار في شهر يناير المقبل، وأضاف أن الوضع خطر لكن سيتم العمل على تدارك كون انقطاع التيار أمر مستمر. يأتي هذا في الوقت الذي أخطرت فيه الحكومة الفرنسية السلطات المحلية بإدارة الموقف في حالة حدوث أي انقطاع محتمل. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مدينة المنصورة الجديدة تم تنفيذها وفق تخطيط علمي دقيق ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة. وأكد الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من المدينة أن بناء المدن الجديدة يعد ضرورة قصوى لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة. نحتفل معا بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة، وقد رعي فيها كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل، كما تم تنفيذها طبقا لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل. ويأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 دولة 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة. والحقيقة التي يجب أن تشاركونني فيها هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضوء هذه الزيادة السكانية المضطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل، والتي يأتي في مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية. في السياق نفسه، تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جامعة المنصورة الجديدة ضمن جولته على هامش افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، حيث تفقد السيسي عددا من الأقسام داخل الجامعة. هي بطول تقريبا 4 كيلو و2 من 10 دي فيها يا فندم 4. يأتي هذا في وقت أطلقت فيه الحكومة المصرية عددا من المشروعات الضخمة في العديد من المجالات بهدف تعظيم قدرة الدولة وخدمة المواطن في مختلف نواحي الحياة. من بين هذه المبادرات حياة كريمة وتنمية الصعيد وسيناء والمشروعات الزراعية ومشروعات البنية التحتية. طالت جهود البناء والتنمية جميع مناحي الحياة في مصر بلا استثناء لتحقيق هدف محدد هو تعظيم قدرة الدولة في جميع المجالات، سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين. فعلى صعيد التنمية الإقليمية، أطلقت مصر مبادرة تنمية الريف حياة كريمة كواحد من أكبر المبادرات التنموية في العالم من حيث عدد المستفيدين والنطاق الجغرافي لها. المبادرة تشمل أكثر من 4,584 قرية في 20 محافظة مصرية بمخصصات مالية تتجاوز تريليون جنيه. وفيما يخص تنمية الصعيد، خصصت الدولة المصرية 17% من المواقع الصناعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية والمقدرة ب 153 موقعا للصعيد. كما تحرص الدولة المصرية بشكل مستمر على رفع مخصصات تنمية الصعيد في الموازنة العامة. وفي سيناء المصرية تم توجيه استثمارات تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، منها مشروعات زراعية وصناعية
ومشروعات لمياه الشرب ومدن جديدة وتطوير للموانئ والمطارات. وفي قطاع الزراعة نفذت مصر حوالي 320 مشروعا زراعيا منذ عام 2014، وتبنت الحكومة المصرية مبادرات رئاسية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان والريف المصري والدلتا الجديدة وغيرها. كما شهدت مشروعات النفط والغاز الطبيعي في مصر توسعا كبيرا، وكان من أهم هذه المشروعات حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وغيره من مشروعات استكشاف الغاز واستخراج وتكرير البترول التي ساهمت في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على الاقتصاد المصري واستقرار أوضاع مصر في خضم أزمة طاقة تشهدها معظم دول العالم. الدولة المصرية اهتمت كذلك بملف البنية الأساسية، ففي إطار المشروع القومي للطرق تم تنفيذ طرق جديدة بإجمالي أطوال بلغت 7500 كيلو متر. ونبقى في مصر، حيث انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني في مدينة الغردقة بمشاركة فريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء وفريق الألعاب الجوية وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية. بدأت الفعاليات بدخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية حاملا أعلام مصر وبريطانيا وشعار العرض الجوي، تلاه تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة أعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية. كما استعرض فريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء عرضهم الجوي بواسطة طائرات هاوك. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعض الفاصل. باكستان تدعو حركة طالبان لمنع الهجمات الإرهابية القادمة من أفغانستان. أهلا بكم من جديد. طالبت باكستان حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بمنع الهجمات الإرهابية القادمة من أراضيهم، وذلك بعد يوم من تفجير استهدف حافلة للشرطة ورحى ضحيته 30 شخصا ما بين قتيل وجريح. وفي مؤتمر صحفي قال وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله خان إن حركة طالبان باكستان أنهت بذلك التفجير اتفاق السلام الذي أبرمته مع الحكومة الباكستانية والذي تم تحت رعاية طالبان أفغانستان في العاصمة كابول. انظروا، هذا الوعد ليس لنا فقط بل للعالم كله. لقد وعد الطالبان العالم أجمع بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم في أي إرهاب. إذا اتبع الطالبان ذلك فلن يكون ذلك في صالح باكستان فقط، بل إنه لمصلحتهم الخاصة إذا كانوا يريدون الذهاب والتعامل مع العالم. إلى شأن آخر، حيث نددت الصين بزيارة وفد برلماني بريطاني إلى تايوان، واعتبرت السفارة الصينية لدى بريطانيا أن هذه الزيارة تعد انتهاكا صارخا لمبدأ الصين الواحدة وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. كما أفادت السفارة بأن الخطوات البريطانية التي تقوض مصالح الصين ستقابل برد قوي. We'll be right back.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن احتمال انخفاض النمو العالمي إلى أقل من 2% العام المقبل يتزايد بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية والتباطؤ في أوروبا والصين والولايات المتحدة. أعربت جورجيفا عن قلقها إزاء التباطؤ في الصين لأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو محرك قوي للنمو العالمي، وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيحدث توقعاته الاقتصادية في يناير المقبل وأن الصورة صارت قاتمة في الآونة الأخيرة. إلى واشنطن، حيث ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في شهر أكتوبر الماضي مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام الحالي وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين، والذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز بنسبة 8% بعد زيادة غير معدلة بنسبة 6% في سبتمبر. أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس عند أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، وسط تفاؤل المستثمرين بزيادات أقل أسعار الفائدة الأمريكية وقرار الصين بتخفيف القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا. ارتفع المؤشر ستوك 600 بواقع 0.9% بعدما سجل في نوفمبر الماضي أفضل أداء شهري له منذ يوليو. وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا والصناعة من بين أكبر الداعمين للمؤشر، إذ ارتفعت بنسبة 2.9%. نبدأ أخبارنا الرياضية من كأس العالم في قطر، حيث سجل المغرب إنجازا تاريخيا بالعبور إلى دور 16 بالفوز على كندا بهدفين لهدف. فعلى استاد الثمامة سجل لأسود الأطلس حكيم زياش ويوسف النصيري، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه. بذلك صعد المغرب بفضل تصدره للمجموعة السادسة ب7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل. ومن المجموعة نفسها تأهلت أيضا كرواتيا لدور 16 بعد التعادل السلبي مع بلجيكا، واحتاج فريق روبرتو مارتينيز إلى الفوز للحفاظ على آماله في العبور، إلا أنهم أخفقوا في تحطيم دفاع كرواتيا التي خطفت الوصافة وتذكرة التأهل للدور التالي. ولحساب المجموعة الخامسة، أسقط المنتخب الياباني نظيره الإسباني ب2 لهدف ليتأهلا معا إلى دور 16. ففي الجولة الأخيرة من دور المجموعات تقدم ألفارو موراتا للمتادور، ثم تعادل ساموراي بهدف ريتسو دوان قبل أن يضاعف زميله في الفريق تاناكا التقدم بهدف ثان. بذلك خطفت اليابان الصدارة ب6 نقاط وبفارق نقطتين عن إسبانيا الوصيفة. وضمن المجموعة نفسها ودعت ألمانيا المونديال رغم فوزها على كوستاريكا 4-2. الفوز رفع رصيد بطلة العالم 2014 إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط عن إسبانيا الوصيفة، وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تودع فيها ألمانيا النهائيات من دور المجموعات. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. بايدن وماكرون يتوافقان على تسليم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا ومعدات لإصلاح شبكة الطاقة. أوكرانيا تعلن أن 40% من الشبكة الكهربائية ما زالت لا تعمل بسبب القصف الروسي.
واشنطن تفرض عقوبات إضافية على مسؤولين من كوريا الشمالية لتطويرهم صواريخ باليستية وأسلحة فتاكة. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي نشرتنا، وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net. أيضا يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. دائما وأبدا هنا القاهرة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.